السلام عليكم، مرحبا بكم، وهنيئا لكم عيد تقبلتوا بروجي وافرة. غنغنمو مجموعين باش كل هدى فيكم تكون مكملة ناجحة. السلام عليكم، أنا سميتي نعيمة العماري، وكنشتغل منسقة وطنية لمشروع وافرة مكتب العمل الدولي مع جان اللي تعرفتوا عليها واللي هي المسؤولة عن المشروع. نتوما اليوم تختاريتو باش تشاركوا معنا في مشروع وفيرة وتستافدوا من التكوين ومن الدعم اللي كيوفروا وتخلقوا المشاريع ديالكم باش توفروا لراسكم مدخول طول السنة. مع وفيرة التكوين والمواكبة كيبداو قبل ما تمشيو اسبانيا، ملي كتكونوا في اسبانيا ومن بعد ما كترجعوا من اسبانيا. قبل ما تمشيو اسبانيا كنخدموا معكم على فكرة المشروع ديالكم وكيفاش تقدروا تطوروها، كيفاش تقدروا كذلك تسيروا الفلوس ديالكم وتوفروا واحد شويه باش تقدروا تزيدوا تكبروا مشروعكم من بعد. ملي غادي تكونوا في اسبانيا غادي تستافدوا من تكوينات كذلك مع كوبيراتيفاس، وغادي يكونوا معكم مغاربه اللي غادي يترجموا لكم بالدارجه. كذلك غادي يكونوا عندكم زيارات لبعض التعاونيات وبعض الجمعيات ديال النساء في اسبانيا اللي حتى هما داروا مشاريع بحالكم وبداو صغار ومن بعد طوروها. من بعد ما ترجعوا من اسبانيا ان شاء الله غادي نديروا لكم تكوين واحد اخر مع نفس المكونين اللي معكم دابا باش تعلموا كيفاش ديروا المقاوله ديالكم، كيفاش تسيروها، كيفاش ديروا الكليان، كيفاش تبيعوا وتشريوا، وكيفاش تطوروا مشروعكم. المشروع ديالكم غادي يتقدم لجنه مكلفه بالدعم واللي غادي تمكنكم من الاستفاده من مبلغ يقدر يوصل حتى ل 2500 اورو لكل واحده منكم. باش تستافدوا من هذا الدعم خاصكم ضروري تخلقوا المشروع ديالكم مع لانابيك والمستشارين ديال لانابيك اللي في البلاصه اللي نتوما قريبه ليكم، وغيعاونوكم في جميع الاجراءات. وفيرة ما كتوقفش هنا، المواكبه كتبقى مستمره عده شهور باش تعلموا كيفاش تسيروا الفلوس ديال المشروع ديالكم. وفيرة كتمكنكم كذلك من الاستفاده من التكوين التقني حسب الحاجيات ديال كل وحده فيكم. غادي تلقاو جميع المعلومات عن مشروع وفيرة في هذا الكتيب اللي فيه روابط كيمكنكم انكم تدخلوا الفيديوهات وتشوفوا شنو هو مشروع وفيرة وشنو هما المزايا اللي كيوفر، بما فيها المساعده على التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي سينيسيس. غتلقاو كذلك اخر صفحه غتلقاو الرقم ديالي ديال الواتساب اللي غادي يمكننا اننا نتواصلوا مجموعين، واللي غادي يمكنكم الانضمام للجروب واتساب ديال جميع المستفيدات من وفيرة. مره اخرى مبروك عليكم ومرحبا بكم في وفيرة.